زيارة تفقدية لورش المجزرة الجديدة بالجماعة التراب يمضغ. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي مرفوقا بالكاتب العام للإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس الجماعات المحلية لبركان ووفد لمسؤولين بالوزارة تفقدوا تقدم أشغال إنجاز هذا المشروع. هذا المجزرة غادي يكون عندها واحد الوقعة كذلك في خلق الشغل وفي السلامة الصحية ديال المنتوجات الحيوانية وكذلك تنظيم التسويق ديال المنتوج والوقع كذلك على المربي ديال المشيات. بالمناسبة ترأس الوزير حفل تسليم الشواهد لخريجي فوج 2021-2022، هدف واحد يوحد هؤلاء الطلبة تنفيذ استراتيجية المخطط الأخضر. هذا الحفل يتوج موسما دراسيا متميزا تجسده ريادة معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بزرايب والمعهد التقني الفلاحي ببركان. هاد المنظومه ديال المعاهد ديال التقنيين كتلعب واحد الدور جد مهم في التكوين وفي تحديث القطاع الفلاحي، واللي كتلعب واحد الدور في اطار ديال تنزيل استراتيجيات الفلاحيه. استراتيجية الجيل الأخضر تولي أهمية كبيرة لتحسين التكوين في المجال الفلاحي والرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد المتخصصة. توسيع عرض التكوين المتخصص من أجل مواكبة جميع سلاسل القيمة والتركيز على الصناعات الفلاحية الغذائية وإدراج الرقمنة، كلها أهداف تسعى الاستراتيجية لتحقيقها في أفق 2030.